السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا عن ريفيو عن فاونديشن اوفيس. معظم الناس سمعت عنه وفي ناس لسه ما تعرفوش. النهاردة جاية اعرفكم على الفاونديشن وكمان اقول لكم ايه مميزاته وايه عيوبه وانا استخدمته كتير، وقلت بعد كده اقول لكم بقى عنه ريفيو بعد ما استخدمته. فدلوقتي يلا نشوفه. اول حاجة طبعا قبل ما اقول اي حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا لي سبسكرايب لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة عندي، وكمان تدوسوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان اي فيديو انزله يوصل لكم على طول ويجي لكم في الاشعارات. وكمان ما تنسوش تدوسوا تحطوا لي كومنت تحت وتقولوا لي رايكم في الفيديو ايه، وكمان عايزين فيديوهات عن ايه، وان شاء الله هعملها لكم باذن الله. ده شكل الفاونديشن اهو. الفاونديشن ده هو براند امريكي بس صنع في الصين، يعني متقفل في الصين بس هو امريكي. ده شكل الفاونديشن وهو ده درجة 99. ده بيكون للبنات البيضة والبنات يعني لا، هي البيضة كويس، الخمرية بتبقى عايزة درجة يعني اغمق شوية. هوريكم دلوقتي سواتش منه وكمان هوريكم الدرجات بتاعته، هحطلكوا صورة يعني بالدرجات بتاعته هنا في الفيديو. هوريكم دلوقتي السواتش بتاعه. من جوه كده عامل كده. طبعا هو ليه كذا اصدار وليه كذا شكل، ده شكل من اشكاله يعني. كان في ازازة تانية كده شكل تاني ليه اصدار تاني اهو، بصوا مش عارفة مش باين اهو كده باين. هو اهو يو اس اي، هو امريكي متقفل في الصين. تمام، دي الدرجة بتاعته اهو، مش عايزة احط كتير بس اهي دي الدرجة بتاعته. دي درجة 99 اهي، شايفين درجة زي ما قلتلكوا تنفع دي البنات البيضة اهي. برضه اوزعها لكم تاني في طبعا درجة من 97 وفي 99 وفي 98 وفي 100 و101 و102 و104. هحط لكم صورة بالدرجات بتاعته. وكمان هو الفاونديشن ده للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. وكمان هو في اصدار منه تاني للبشرة الجافة، في اصدار منه تاني للبشرة الجافة. الفاونديشن بيحتاج ترطيب قبله، حتى لو بشرة دهنية بيحتاج ترطيب قبله. هو ناعم جدا على البشرة وفول كفر، يعني من المتوسط لفول كفر. لو حطيتي كذا طبقة منه، يعني لو حطيتي طبقة وبعد كده حطيتي طبقة تاني هيبقى فول كفر. بالنسبة لي الفاونديشن ده حلو جدا جدا، حاساه بيبقى طبيعي قوي على البشرة وناعم قوي، مش بيجير مش ناشف على البشرة، مش بينشف بسرعة. لا، ممكن تحطيه وتستني شويه توزعيه عادي، مش اللي هو لو استنيتي ثانيه هينشف بسرعه ومش تعرفي توزعيه، لا هو طري جدا. قالوا لي كتير على درجه 102 او درجه، لا درجه 101 قالوا لي كويسه للبشرات بس ناس كتير قالوا لي على درجه 101
كويسة للبشرات البيضة يعني، بس انا لما شفتها قدامي لقيتها لا غامقة يعني، مش تبقى حلوة على البشرات البيضة. هي 101 و102 حلوة للبشرات الغامقة، لكن 99 و98 انا مش عارفة في 98 ولا 97، بس 99 عامة اللي جايباها دي حلوة قوي للبشرات البيضة. وكمان لو انت عايزة تغمقيها شوية يعني، انت لو انت جايبة مثلا فاونديشن ده لشغل ومعاكي فاونديشن تاني غامق، ممكن تحطي مثلا تمكسي بينهم، تحطي فاونديشن اوفيس ده وفي ايه نقطة مثلا من فاونديشن تاني غامق وتظبطي الدرجة يعني اللي انت عايزاها. بس احسن ما تجيبي الاوفيس تجيبي منه غامق، او تجيبي 101 وتطلع الدرجة غامقة على البشرة اللي انت هتستخدميها. فهي 99 حلوة للبنات البيضة، 101 102 حلوة للبنات الغامقة او البنات القمحية. بس كده الفونديشن كمان مش بيأكسد، بيفضل درجته بتفضل زي ما هي. الفونديشن مش بيأكسد للبشرة الدهنية قلتلكو. بس كده هو ده اللي انا عايزة اقولهولكو. بصراحة انا مش شايفة فيه اي عيوب، انا شايفاه حلو وشايفاه في الكفر. لو حطيت منه كذا طبقة، وهتحطي كريم مرطب هترطبي البشرة قبل ما تستخدميه، ده لازم يعني مع أكترية الفونديشنات ده لازم ترطبي البشرة من قبل ما تحطي الفونديشن. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، هو فيديو بسيط وصغير مش كبير يعني. ان شاء الله هعمل لكم ريفيوهات تانية عن فونديشنات تانية. يا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله الريفيو ده. لو عايزين تسالوا اي سؤال اسالوا لي تحت في الفيديو وفي الكومنتات وانا هجاوب عليكم. ما تنسوش لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان تدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه بنزلها. يلا مع السلامه.